موضوعنا موضوع حقيقة في غاية الأهمية، هو يمس كل مسلم على وجه الأرض، ولهذا من فضل الله تبارك وتعالى أن جعل لنا من الأعمال ما يستمر معها الأجر في حياتنا وبعد مماتنا. ينقطع الأجر إذا مات الإنسان، ولكن هناك أعمال هذا فضل من الله تبارك وتعالى أن لا ينقطع معها الأجر، ألا وهو الوقف، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع على ما عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وفي حديث أوضح وقد وسع الأوقاف ووسع مجالات الوقف أن جعل الوقف لكل الناس، الوقف لكل الناس، يعني ليس الوقف وللأغنياء فقط دون الفقراء، أو ليس لحالتهم متوسطة. فهذا الحديث حديث صحيح يقول: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته. هنا يؤكد سبع، يعني سبع أعمال يستمر لك الأجر في حياتك وبعد مماتك، حتى وانت في القبر يستمر لك الأجر. ما هي السبع؟ من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو ورث مصحفا، أو بنى مسجدا، أو ترك ولدا يدعو له. إذن هذا من فضل الله تبارك وتعالى أن جعل لنا من الأعمال ما يستمر معها الأجر في حياتنا وبعد مماتنا.